ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لمناقشة إنشاء مشروع السجل المدني الإلكتروني الحديث. كما ناقش الاجتماع آلية إنشاء مشروع السجل المدني الإلكتروني وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بما يتوافق مع التطورات المتسارعة الذي يشهدها العالم والذي سيكون له أثرا كبيرا في تسهيل معاملات المواطنين. وكلف وزير الداخلية المهندس الميسري قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني كلفهم بتجهيز وإعداد دراسة متكاملة لمشروع السجل المدني الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من خبرات الدول التي قد سبق وأن قامت بتفعيل هذا العمل لضمان إنشاء مشروع وطني متكامل مواكب للتطور الإلكتروني الحديث. وأكد الميسري خلال الاجتماع ضرورة إسهام الجميع في تعزيز ونشر ثقافة التعامل مع السجل المدني في كل الوقائع والأحداث لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وأهميتها في حياة المجتمع حاضرا ومستقبلا، وتوفير قاعدة بيانات وطنية شاملة على ضوئها تتخذ السياسات والمعالجات لحاجات المجتمع من المدارس والمستشفيات والطرقات وغير ذلك من الخدمات، وإيجاد تخطيط سليم ودقيق يمكن الدولة من تحقيق تنمية ناجحة. حضر الاجتماع رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد سند جميل ومدير عام الشؤون المالية والتجهيزات عميد محمد علي عبيد ومدير عام تقنية المعلومات المهندس علوي محمد ومدير عام التخطيط المهندس ياسر سعيد العبيدي والأمين العام للمجلس المحلي في العاصمة المؤقتة عدن بدر معاون.